الحسن التعقيدي المقبلة على عقد الجمعية. هذه مناسبة أنه نتكلموا على الجمهور العام لأندية كرة القدم، كيف كتمر؟ شنو الاختلالات اللي كاينة؟ شنو التوجهات اللي ممكن نتكلموا عليها؟ أول شيء الحسنية بالنسبة لها كاين عندها الجمع العام المرة الثانية بعد ما أنه ما تطفرش نصاف الموعد المحدد من طرف المكتب المديري أو الرئيس، بمعنى الرئيس هو الذي دعا إلى الجمع العام المرة الأولى، ما كانش نصاب يعني عدد الحاضرين، لم يستوفي نصف زائد واحد من عدد المنخرطين، وبالتالي القانون كيعطي بأنه يؤجل الجمع العام المرة الثانية بمن حضر. مناسبة على أساس أنه الفرق الوطنية خصوصا الفرق اللي كاينة في الدوري الاحترافية لأنها تكون منضبطة للقانون ديال 30.09 والحكمة في التدبير الرياضي، وكذلك تكون منضبطة للتوجيهات الملكية والتوجيهات والتعليمات ديال السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي هو بدوره كينفذ السياسة المولوية اللي كتأسس على أنه تكون شفافية ويكون واحد نوع من التعامل بالموضوعية والتعامل وفق تطلعات ديال المواطنين وديال الوطن من كرة القدم، لأن النوادي عندنا من خلال احترامها لهذه المبادئ هذه اللي فيها إعداد تقارير مالية وتوزيعها وإعداد تقارير مراقب الحسابات وتقديمها للمناقشة والمصادقة بنوع من الشفافية وبنوع من الوضوح، كيخلي بأنه التدبير المالي لهذه النوادي هذه كيكون في واحد نوع من الإطمئنان. الإشكال الكبير اللي واقع هو أنه يتم اللجوء إلى مصطلح التداول بدل مصطلح المصادقة، وهذا كيطرح علامة كبيرة ديال الاستفهام إلى أي حد ما يمكن لنا نقوله بأننا نحن غادي في الطريق الصحيح ديال التطلعات من النهضة الكروية اللي بغيناها على أنها تحول لنا التدبير الرياضي من التدبير العادي التدبير التطوعي إلى التدبير الاقتصادي والمالي اللي مرهون بالمصادقة على التقارير. ما نساوش بأننا نحن في السنة هذه نعيش التحول من جمعية رياضية لشركة رياضية، وعندما نتحدث على الجمعية العامة الآن نتحدث على الجمعية العامة ديال الجمعية الرياضية اللي هي الأم، وهي من خلالها تولدت الشركة الرياضية التجارية بمقتضى القانون ديال 2009. نتمنى بأن هذه المسألة هذه ما تحتاج لأننا نوصل بأنه ليس هكذا تدبر الأمور، ونوصل بأنه يجب أن نكون صريحين ونتعامل مع النوادي وفق الإمكانيات وفق المشجعين والداعمين وفق التطلعات باش تعطينا واحد المصداقية في التسير الرياضي المغربي. نعم، بالنسبة لهذا التحول من الأندية للشركات، شنو الأثر ديالو على التسير والتدبير ديال الفريق؟ هو بالنسبة للمشرع قصد، وخصوصا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قصدت على أنها تخلي المستثمرين ينتقلوا ياك للرياضة، لأن يعني الرياضة اللي كنشوفوا دابا حنا في الدوريات العالمية هي تدبر من خلال شركات مساهمة كبيرة فيها أموال، فيها أول حاجة عدد المساهمين غير محدود، يعني عدد المساهم كبير جدا، وكذلك فيها دورة مالية ولكن مضبوطة بمحاسبة وبغاية الأساسي اللي كاينة في الشركة التجارية وتحقيق الربح. أما في الجمعية فهي جمعية استهلاكية، كيكون عندها الدعم العمومي، كيكون عندها الدعم المحبين، كيكون عندها شوية المداخل، ولكن تستهلك كلها، ودائما تعاني هذه الجمعية بأنها ما عندهاش طريقة باش أنها تقلب على الموارد المالية، وما عندهاش طريقة باش أنها تطور الأداء تاعها لأن الدخل تاعها كيكون محدود. الشركة التجارية لا، الشركة التجارية رياضية طبيعة الحال المشرع قصد وهو على الصواب بأنها تكون نوع شركة مساهمة، وهذا يمكن نظر على شركة مساهمة إذا تحدثت على رأس مال كبير، عدد المساهمين كبير، فيها مجلس الإدارة، فيها مراقب حسابات، فيها رواج مالي، فيها البحث على الناس اللي عندهم الفلوس يدخلوا للرياضة. الواقع حاليا لم تحقق هذه المسألة هذه، بدليل على أنه الناس اللي في الجمعية هما اللي كنطلقوهم في الشركة الرياضية، وكتبقى بحال قلت الجمعية عندها نسبة كبيرة خوفا من أنها نضيعوها إلى مشينا أننا اقتصنا عليك النسبة اللي محددة كمساهم في القانون أقل ما تكونش كتقل على 30%، وبالتالي خلى بأنه الشركة الرياضية التجارية ما زال حد الآن ما عطاتش هذاك الدور تاعها التحفيزي أو الانتقالي من إلى، وما زلنا نتعامل بنفس الطريقة. يمكن الجانب الشق اللي يكون في الشركة الرياضية وملزمة باش أنا تحط لي بيلون ديالها، ملزمة بأن مجلس الإدارة يكون عنده ناس معينين ومختارين منهم اللي كيدبروا الأمور كيكونوا هما في الواجهة ديال المسؤولية، ملزمة بأن يكون عندها تقرير ديال مراقب الحسابات، ملزمة بأنها تضبط محاسبة بشكل صريح، ويكون عندها دفتر الأستاذ اللي
كيضمن كل عمليات ديال الدخول ديال الخروج ديال الاموال، هذا ايجابي جدا، ولكن هو لا يتجاوز على انه لو كوتي ديال اليومي. حنا كنتظروا بانه يبان عندنا شركه تجاريه رياضيه ويكون تاي عندها ملاعب سميتها وتكون عندها تصور استثماري بموضوع باللمسه ديالها، يكون عندها شركاء تجاريين اللي يقدر لانهم يرفعوا من قيمه اللاعبين ومن قيمه المدربين ومن قيمه الدوري المغربي، هذا مرهون على مستوى الشركه التجاريه. اما على مستوى الجمعيه اللي هي الام فهي عندها الاكبر، عندها الهويه، عندها التاريخ، عندها اللوغو، عندها الجمهور، عندها الافكار، عندها الفلسفه، عندها السياسه، عندها الطموح، عندها الاساس، عندها كل شيء. هذه الجمعيه هذه يفترض على اننا ندير واحد العمليه ديال نفصلوا ما بين رئيس الجمعيه الرياضيه ورئيس الشركه الرياضيه. لا يستقيم يكون عندنا رئيسين هنايا، لاننا غادي نطيحوا رئيس هنا ورئيس نطيحوا بجوج المسائل لانهم تداعيات سلبيه. غادي نطيحوا اول شيء في تضارب المصالح، لان مصالح الجمعيه هي مصالح فلسفيه، مصالح هويه، مصالح وجود، مصالح تاريخ. مصالح الشركه هي مصالح ماليه تجاريه ربحيه، هذه ما كتقلبش على الربح، هذه كتقلب على الربح. الاولى ثاني مساله الثانيه غندخلوا في مساله ديال احنا قلنا نظروا غندخلوا في تضارب المصالح لان هذه مصالح مختلفه، وغادي ندخلوا كذلك في التدبير الغير المعقلان، لان هذاك الشخصيه ما يمكنش نفس هذا الشخص هذا اللي يكون هنايا هيدافع الحقوق ديال هذه، اللي بعض المرات هذه تكون هي مرتبطه بواحد النوع من الدفاع عليها داخل الشركه، لان الجمعيه هي اسوسي في الشركه، ويجب ان يكون هذا الفصل هذا ما بين تداخل الدمام الماليه، بمعنى الماليه ديال هذه خصها تكون بوحدها والماليه ديال هذه بوحدها، تضارب المصالح هذه خصها يكون عندها مصالح تاعها بوحدها وهذه مصالح بوحدها. وامتى كنتلاقاو؟ كنتلاقاو في ذاك الاتفاق ولا ذاك الميثاق اللي كيعطينا كيفاش الجمعيه كتعطي الافكار تاع الشركه باش انا نطبقها، وبالتالي كتكون هناك واحد النوع المحاسبه، وهذا هو اللي كنتمنى نوصلوا ليه، ومجموعه ديال النوادي يوصلوا لهذه المساله هذه. نتمنى باقي النوادي على انها تقتبس هذه المساله هذه، يكون عندنا رئيس ومكتب ديال الجمعيه بوحده، وكذلك رئيس ومجلس اداره ديال الشركه بوحده. طبيعه الحال هادو اللي يكونوا في الشركه خص تكون عندهم علاقه بالنادي من خلال الانخراط ولا من خلال الحب للفريق ولا من خلال كذا، بالتالي باش يكون هذه المساله هذه غادي مفسكتين يعني متوازيتين، ولكن في طريق واضح يعتبر بان الطريق الامن والسليم، وواحد نوع من التعاون، وواحد نوع من التكافل، وواحد نوع من التضامن، اللي وصلنا لمرحلة ديال الحماس والتنافس. راه الشركة الجمعية عندها خص يفترض المدرسة تكون عندها الفئات تكون عندها، اللاعبين اللي كيكبروا اللي كيتقاعدوا ولا اللي كملوا المشوار تاعهم في الفريق الأول خص الجمعية تستفد منهم في إطار أن تكون دارت لهم تكوينات معينة والتدريب وكذا كذا، باش يعطونا الناشئة أحسن ما كاين في الجمعية اللي بان عندنا في الشركة الرياضية التجارية. خصو يجي عندنا الفئات يبين لهم بأنه ها هو الطريق باش انكم تنجحوا. وهالشيء هذا ممكن يدار من خلال النقاش والافكار ومن خلال التصور، وكذلك من خلال الاراده، ومن خلال انه نحيدوا من ذاك الانا. وانا سيدي راه اللي عنده ما يعطي في الرياضه كاين ثلاثه الحوايج، اما العطاء المالي، اما العطاء التقني خبره تجربه كذا، اما العطاء في التسيير. هادو ثلاثه اللي كاينين، هادو ثلاثه كيخليو بانك انت عندك الدعم ديال الجمهور ديال المحبين وديال المناصرين. الى ما كاين واحد في هاد الثلاثه هادو من الاحسن الانسان في نظرك. يعني واش الان من السهل الانتقال من الجمعيه الى الشركه بهذه العقليه؟ نعم، الى كانت الارضيه الفكريه والتصور وكانت الاراده وكان حب النادي وكان حب تطوير اللعبه، حب يعني الاستفاده من هذا الشيء اللي وقع في قطر واللي وقع في المغرب واللي وقع في السمعه ديال المغرب كذا. اسمح لي ما بقيناش باقي مقبول منا على ان نرتكب الاخطاء اللي ممكن انها تعطر او دير لنا حجره في الصباط ديال المشي نتمشاو من اجل نجحوا. من بعد قطر ملزمين حنا كلنا كمواطنين كرياضيين كمسيرين كصحفيين كداعمين كمال عام كجهات عموميه كوزاره كذا، ملزم اننا ما نحتاجوش شي واحد اللي يقول لنا شنو خصو يدار، لان المغاربه بينوا بانه في المناسبه العالميه كانوا في قمه التحدي وكانوا في دبلوماسيه اخرى تشاركيه اعطت شعار ديال ان المغاربه سبوعه بمعاملاتهم بالحب تاعهم الاخر، بحب تاعهم اللعبه، بحب مناصره تاعهم الوطن الفريق الوطني تاعهم. واش الان حاليا
العلامه ديال التشجيع المغربي سير 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 اللي كنا كنشوفوها الا تعطينا افتخار باننا حنايا بان يمكن ان نخلق الحدث. تفكير ديال مثلا المدرب الوطني سير غراغي في نتعاملوا بالنيه، شنو معنى النيه؟ هو الاخلاص في العمل. شنو معنى النيه؟ الرجوع الى الله تعالى اللي كيشوفنا واخا الناس ما كيشوفونا الاخرين فواحد العمل باش ربي يوفقك. كتوفيق من الله تعالى، راه الامور ديال الرياضه راه هي في الاصل تاع الرياضه واخلاق رياضه التربيه، راه ما يمكنش لك انك تجي وتحول وتكون بانك وليتي عياش او انك وليتي كتستغل الرياضه من اجل تحقيق مآرب اخرى. وحنا شفنا المسائل اللي كانت مشينا بالرياضه ضرات السمعه ديال الرياضه وبالفرحه تاعنا الامور. وبالتالي نتمنى بانه نستافدوا من الرساله الملكيه الموجهه للمناظره الوطنيه ديال الصغيره ديال 2008، وكانت بما دابا التشخيص ديال سيدنا كيقول اودي بالنسبه بما يعني بما هو معناه، ان بالنسبه للناس اللي كيستغلوا الرياضه لتحقيق مآربهم يكيتيو يخليوا الامور يمشوا في حالهم، عفى الله عما سلف سيف حالك، خلي واحد اخر عندك ما تعطي في ثلاثه ديال كذا مرحبا ما عندكش حيل. وجا القانون ديال 2009 اللي دابا داخل تقريبا 12 سنه هذه باش خرج، يفترض بان النصوص التنظيميه تاعو يفترض بان نكونوا هضمناها ودرسناها وفهمناها كذا. لحد الان حنايا لحد الان لا نطبق الا ما امرنا به بقوه الجامعه على اننا نديره، وهذا ما يمكنش، هذا خصو ما يكونش مع العلم حاجه اخرى. 12 سنه على 2009 مقتضيات التعديل ديال 12.09 كاينه دابا حاليا في البرم كمشروع، والناس باقي لحد الان ما ضابطينش حنايا القانون ديال 3.09 ويعترضنا قانون الاطار، وهذا هو اللي كنتظروا بانه يكون عندنا بالاضافه تكون عندنا لما لا تفكير بشكل عقلاني وتشاركي بانها تكون عندنا جهه معينه مكلفه بالرياضه فقط. الرياضه الان فيها بزاف ديال الامور، فيها الصحه، فيها الامل، فيها الحماس، فيها الفرصه النجاح، فيها العطاء، فيها تحب فيها السياحه، فيها يمكن لك تمزج ما بين الرياضه وما بين الدراسه، فيها الوطن، فيها الدبلوماسيه، فيها رضا الوالدين، فيها هذا. بالتالي على اننا نشوفوا هذه المساله هذه لا قدرنا على اننا نمشيو فيها راه ممكن نمشيو فيها تشاركيا بلا ما يكون عندنا لا كنقيس ولا زيد العمر، كل واحد يعرف قياسه وكل واحد يعرف شنو عنده الى ما قادش يطلق ولا عطاو حس بان نوعيه شكرا ونمشيو ونطلقوا باننا لا تقبلوا الرياضة أن يتنمر على أي من كان أو اللي أعطيتي وانت باغي تعطي هذا كيعنيك، ولكن لا يمكن لأننا ننتقلوا فرق بأمور اللي تجاوزها المنطق والقانون وتجاوزها التوجيهات ديال السيد فوزي القجاع فيما يتعلق النوادي تمشي بالقدرات اللي عندها وتطور القدرات الذاتية على شكل مؤسسة ونخرجوا من الفردانية. راه ما كاين شي واحد يعتقد بانه شاد شي نادي لانه هو كاين فيه ابدا، وما كاين شي واحد يعتقد بانه الرياضه يمكن لها تطور به ابدا. الرياضه تتطور بالعطاء، بالتعاون، بالابتكار، بالافكار الجديده، بالدماء الجديده، بالبحث على الاليات، اليات اخرى تخلي التوازن وممكن هادشي نوصلوا ليه. وكذلك نطوروا علاقتنا مع الجمهور، نطوروا علاقتنا بالحضور في الملعب، نطوروا علاقتنا مع الصحافه، نطوروا علاقتنا مع المجتمع، مع 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 المدرسه، مع الكوليج، مع الليسي، مع الجامعه، مع الاسره، وممكن هادشي نوصلوا ليه. وراه ماشي شي حاجه بعيده الا كاينه حسنيه وكاينه الرغبه اننا نمشيو ان شاء الله تعالى.